حبايب قلبي، هنملح السردين عشان العيد بقى، وكل سنة وانتم طيبين. ما يحلاش العيد الا بالسردين والفسيخ، فانا ما لحقتش اجيب الفسيخ فقلت اعمل سردين. السردين ده بقى بصوا، خليت احمد جابهولي من السوق اهو، بسم الله ما شاء الله طازه كده ومرعرع كده وجميل. فانا هعمل ايه، غسلته كويس قوي واحط عليه شويه ملح وهسيبه في البلكونه كده لحد الصبح، والصبح هكمل معاكم الفيديو، هيكون نشف ويبقى جميل جدا، ونشوف هنعمل الطريقه ازاي مع بعض. حبايب قلبي زي ما قلت لكم انا عملته، سبته 6 ساعات في الهواء، وكنت رش عليه شويه ملح، هاخده احطه في الكيسه بتاعتي اهي. تمام، باخد السردين كده واحده بالطول كده وواحده بالعرض كده، نشف خالص اهو معاكي شايفه، هيطلع معاكي سردين وناكلوه في العيد مع بعض. الله بقى الله، تحطي حبه كده وتروحي حاطه عليهم ايه بقى، بصي حبه كمون اهو، وتروحي حاطه عليهم شويه كركم، وتروحي حاطه عليهم حبيبه قلبي شويه شطه، بعدين تنزلي عليهم بشويه الملح بتوعنا حلوين، يعني على كل كيلو 3 معالق، فانا هحط في كل كيس نص كيلو، فهحط معلقه ايه ونص كده. باخد الحبه دول كده اهو اقلبهم تمام زي ما انت شايفه كده يا قلبي، واحط ايه اهو حبه كده مش كلهم اهو، شايفه يا قلبي كده، شايفه بتجفف معاكي ازاي، حطي واحده بالطول واحده بالعرض، واحده بالطول واحده بالعرض اهو، بتروحي نازله عليهم بشويه ايه الملح والكركم دول اهو. بعد كده بحط معاهم ورقتين لورا، وبعدين تحطي معاهم نص ليمونه اهو، وبتروحي قافله الكيس وحاطه له بقى 5 6 اكياس، وتربطيه وانت بتربطيه تلفيه كده 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 شايفه اهو. هنحط كمان عليه نقطه زيت اهو شايفاه، هتحطي عليه نقطه زيت، معلقه كده. شكل الكيس بعد ما عملته، وبتقعدي تتكي عليه كده شايفه، بتتكي عليه كده اهو، وبحطه كمان في 4 5 اكياس تانيين علشان يجمد معايا، وهلفه في الاخر بالستريتش.